حاسك بتكتب عمل. بسم الله ما شاء الله، وكمان قوية الملاحظة. أحبك يا ليلى. وأنا بنت فيك. أنا مش عارف هنا تاني يا ليلى، بعرف هنا توجع وأنا بتطرف. عبدو انت يا بني ادم. ايه سعاده البيه؟ خير انا بني ادم؟ خير يا سعاده البيه؟ عربيتي فين؟ إيه ما خبيرش يا بيه، عربيتي ايه؟ ما كانت واقفه هنا؟ ما يمكن يا بيه ولدك الصغير خدها يتفسح بيها شويه يا بيه. الو. ما تقلقش يا باشا، عربيتك في الحفظ والسوق. انت مين يا ستي؟ وعربيتي فين؟ لو بلغت البوليس مش هتشوف عربيتك تاني، وانت عارف بقى اللي بيروح ما بيرجعش. جهز 50,000 جنيه وهتاخد عربيتك في مطروح. فين في مطروح؟ عند القهوة اللي عند السوبر جيت. عند القهوة اللي قدام السوبر جيت. سلام يا باشا. دي آخر عملية يا صابر، أنا عايز أخلف حتة عيل أربيه في النور. ومين قالك إن أنا عايز غير كده؟ يا غالي يا بنت الغالي، حبيب قلب الغالي ابن الغالي. شوية كده يا ست الناس. بقولك ايه؟ ايه؟ بقولك ايه؟ ما تيجي رحلنا ساعة قبل المصلحة دي؟ لا، أنا حالي مهدور من امبارح. امبارح ايه بس؟ يا بنت قدامك راجل كامل الرجولة وانتي كاملة الأنوثة، لو ما عملناش حاجة كامل هيزعل. وأنا ما أقدرش أزعل كامل. والنبي. أيوة. ولا أنا. يا دي كامل! أعوذ بالله، أنا اتجوزك. طب بذمتك إزاي كنت عاوزاني أتجوزك وأنت بالمنظر ده؟ لا ده أنا بيبقى ليا منظر أحلى بكتير لما حد بيحاول يستظرف فبيشوف وش التاني. تحب أوريهولك؟ حاسب يا أستاذ. حاسب يا أستاذ. يا نهار أبيض، رجلك هتتكسر تحتك. أشكركم. هي القهوة اللي هنا فين؟ عند الشيخ اللي قاعد هنا. شكرا. خد بالك من نفسك. صبر. شكرا. غزل البنات يا صبر، غزل البنات. تعالى. ها عايز ايه؟ عايزه غزل البنات. هات لنا واحد. الو. الحمد لله على السلامه يا باشا. مين معايا؟ مش مهم مين معاك، المهم انك وصلت بالسلامه. الله، انت شايفني؟ ما تهونش عليا، سيبك تيجي مطروح لوحدك. انا عايزه اروح هناك. ربنا يحفظك. ها انت جاهز يا باشا؟ جاهز طبعا. طب ارفع ايدك كده بالظرف. طب دقيقة واحدة بس. اهو. ايه ده؟ لا تقلقش، دول تبعك. ايه؟ ايه؟ يا باشا، ادخل اول يمين في اول شمال، هتلاقي ثلاث عربيات في وسطهم عربية مطاط. طيب دي عربيتك. المستشار عبد الرحمن. معالي الباشا. اتفضل يا باشا. اتفضل. سلام عليكم. سلام. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. على وضعك يا جوجل يا ابو التكاتين. لا اله الا الله. في ايه؟ بص جنبك الملك فاروق. ايه ده؟ إنها أيامك ترجع كان الجنيه ب$12 أهو طلقت وركب سوبر جيت. ايه؟
الله يسامحك يا انجي. قلت محدش هيعملها غير صابر جوجل. بص يا غالي، انا بقيت في حضن ليلى، زبط لي ضربات القلب، وانت تقول لي كل متر ونص كمين؟ امال فين المصلحه؟ خد دول دلوقتي والباقي بقى عدي عليا بعد اسبوع كده. عمره ما هيغير سياسته. مش قلنا نصفر العداد؟ لا 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 صابر، انا عايزتك عن جد توثق في مستر السروجي، لانه لما بيوعد بيوفي. انا بقى المره دي نفسي ما يوفيش، اصلها كده هتبقى متعشية متعشية. مين هاي المتعشية؟ أمي. بص يا طهرة، أنا ما بثقش في حد، والشيطان كان ملاك. العيب مش عليا يا ابن عمي، العيب علينا إحنا. إحنا بعد كده نغير سياستنا، الدفع قبل الرفع، وقلبك الطيب ده بقى حضنهولي على الرصيف قبل ما تيجي. أهارتي ده بقى اللي موديني في داهية. قلبه يعني؟ أمريكاني. أخلص يا صابر. أسحب وخلي بالك من نفسك. خلي بالي من نفسي؟ ده انا ابويا مالهاليش، انت شفت لي حلم وحش ولا ايه؟ طب انا ايه بقى، ما حدش هيراضيني بقى في الليله دي ولا ايه؟ او النبي، الراجل ده بركه، بدل ما يدعي عليك هيخليك ما تعرفش تعزف على البيانو، انت دارس في امريكا وعارف. ادعي لنا يا صابر. ادعي معانا يا طهره. يا رب اشوفك هاني شنوده. مين هاني شنوده ده؟ يلا هاني شنوده ده اللي اكتشف عزه ابو عوف وما ابو عوف وسيد ابو عوف. ومين سيد ابو عوف ده كمان؟ سيد ابو عوف ده اللي هو ابن خالد بنت عم ابوك. القرابه اللي بتقلب الشتيمه دي. يا عم ما تقول كده. سلام يا كبرنا. سلام يا جوجي. دولاب جوكته لسه قديمه، ولسه في بالي زيزو هيمه، صحابي زمان وعندي كرامه عليها القيمة، وأحلامي في كل مكان، لصوت بقلص بيتلاشى مع الأيام، ولا الأحزان بتتناسى ورا النسيان. الله، والنبي عسل، وانت عسل وشعرك عسل. ايه يا صابر، ده احنا من ايام خطوبتنا ما سمعتش كلام حلو زي ده. ما هو بعيد عنك، بعد الجواز الكلام بيمسخ. كلها يا غندور بنتين وكمان اربع بنات. ما تشك يا فاروق. اشك في اختي ابقى واطي. ما تشك يا صابر. معقوله اشك في مراتي؟ ده كلام. شك انت الهي تتشكى بعيده. لا انا شيماء اللي جوايا شك فيكم من اول رميه. اشك. البسي يا عسل. ايه ده انتوا بتخموا، انا مش لعبه معاكم. القرف ده. خف النار شويه يا لولا بخلص. ما كفايه شرب بقى، صدرك هيغلق. ايه؟ صدرك هيغلق؟ على اساس ان عندي حفله الصبح؟ دي مرات هاني شاكر ما تقولهالوش. ما قلتليش عملت ايه في اللي اتفقنا عليه يا صابر. فاروق جاي لقشين اليومين دول وهخليه يكتب عليك. ولا ايه يا روقه؟ خالصه بالصلصه يا ابن عمي، هو كلام عيال ولا ايه؟ بس انا بقى عايزه مهر 100,000 جنيه. ليه؟ بص على البحر. ده انا دفري بمنطقه. وبعدين لازم يدفع ويكوع فيه عشان يحس بقيمتي ويحافظ عليا. ماين يا مش خليتيني اصدق. ضفري الواد تحت ايدي، لو فلت مني ما يخصنيش. انت دارسه في امريكا وعارفه اللي تشوفه يا صابر. طبعا حاضر. طب استاذن بقى يا جماعه عشان عندي مصلحه. خدوا بالكم من غندور بدل ما يطير. نطيت من السور، دخلت من الشباك، ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ ايوه شو بدك مني؟ واحد شو؟ كنت عايز كارت واحد عشان انا نسيت الايميل بتاعي. اي من اين لك هذا؟ هبلغ عنك الاموال العامه يا سفله وهطلع شاهد ملك. يخرب بيتك شو مهضوم. جدا جدا، انت مين قالك؟ انت خويت الملاحظه. تعالي بقى نتسايق. انت منين بقى ان شاء الله؟ انا من بيروت. ما شاء الله. اي بس قالي كتير ما رحت لهنيك. من امتى؟ من ايلول الماضي. ايلول الماضي؟ سبحان الله، هو الانسان ايه غير مجموعه ايلولات؟ ايلول الماضي وايلول حاضر.
تعالي بقى نايل شوية. ايه ده حرانة زيي برضو؟ اشتقت لك. طيب انا اهو، ايه رأيك؟ اتفضل يا باشا. في عيلة الله يا باشا. القهوة اللي احنا فيها عند الشيخ اللي قاعد هناك. يا جوجل يا دي البهجة اللي انت بها دي، مقابلني بباريس؟ نورتي بيتك يا عسل. ليه داخل على المدام؟ الله مالك ربعت كتابك كده ومحوج عليا؟ انا المفروض ازعل منك قوي. خير ليه يا اخوي؟ عشان ما جتش موتة خالي. ايه صدى الصوت ده يا؟ ما انت عارف ان انا عامل عملية في بقي، وبعدين ده خالي. خلاص يا سيدي، لما خالي يموت ما تجيليش. لا هادي، انا حر. عيل غلس عايش شلوط في حلق سقف بقه. بقول لك انا ما بحبش الحركة دي. جراجو قلبي وريا.